جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول شيخ صالح إنها تجاوزت العقد الثالث من عمرها وتعمل معلمة، وتقول إن والديها راضين عنها لكن لم يقسم لها الزواج حتى الآن، وكل خطبة يبدأ فيها تنتهي بالفشل. ثم ذهبت كما تقول إلى بعض العرافين فقالوا إن هذا سحر. ما هو توجيه الشيخ صالح لهذا المعتقد؟ جزاكم الله خيرا. من العادة أن الفتاة إذا تأخر زواجها فإن هذا يقلل الرغبة فيها، ولذلك تجب المبادرة تزويج الفتيات عند بلوغهن خشية من العنوسة وانتقال رغبة الرجال في المرأة. فما ذكرته السائلة هو من هذا القبيل، أنها تأخر زواجها بعد ذلك رغب عنها الرجال أو صرفوا أنظارهم عنها، وهذه مشكلة ننصح إخواننا المسلمين بتلافيها، يعني يبادروا إلى زواج مولياتهم عند بلوغهن سن الزواج. وأما ما ذكرته أنها ذهبت إلى العرافين هذا أمر باطل، لا يجوز الذهاب إلى العرافين لأن العرافين يتعاطون أمورا محرمة من السحر وغيره من الأمور المحرمة وادعاء علم الغيب، وهذا أمر لا يجوز. وقد جاء في الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي حديث آخر من أتى عرافا أو كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، ولا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الدجالين والسحرة والكهان والكذبة الذين يدجلون على الناس ويفسدون عليهم عقائدهم. فعلى السائلة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما حصل منها ولا تعود لمثل هذا، وأن تحرص على المبادرة للزواج عندما يتقدم لها خطيب كفء على حسب الأمثل فالأمثل، ما دام أنه مستقيم في دينه وأخلاقه فتقدم على الزواج. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ولو كان قليل ذات اليد، كما قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الزواج قد يكون سببا للغنى، ولهذا يقول بعض السلف اطلبوا الغنى بالزواج، لأن الله وعد بذلك في قوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم.